مع كل ارتفاع سعر أي حاجة بيطلعوا يقولوا الأزمة الروسية. طيب إيه الحكاية ومين وراها وإيه تأثيرها على شبح التضخم اللي موجود في كل سوق في مصر؟ ويا ترى هل فعلا في موجة تضخم جاية على المواطنين؟ خليكم معانا هنقولكم كل التفاصيل. إيه اللي ولع الأسعار في مصر وإيه اللي بيحصل ومالنا ومال الأزمة الأوكرانية؟ ومعقولة 8 شهور أزمة في بلد تانية تعمل فينا إحنا كده هنا؟ اللي حصل إن عدد كبير من المواطنين المصريين اتأثروا بحكاية ارتفاع الأسعار في الفترة اللي فاتت، والمرة دي كلام رسمي من جهاز الإحصاء الحكومي اللي قال إنه بحساب الفروقات والأسعار هتكون دخول المصريين نزلت 20% بسبب الأزمة الأوكرانية، وحتى استهلاك الأسر نزل 74% من السلع الغذائية، لو كمان نزل استهلاك الأسر من البروتين 90%. التضخم اللي هو يعني انخفاض قيمة الجنيه مع ارتفاع الأسعار وصل أعلى مستوياته خلال 4 أعوام لحد ما وصل ل 15%، لدرجة إن وزير المالية المصري محمد معيط علق على اللي بيحصل ده وقال إن العالم كله عنده مشكلة حالياً في أزمة الأسعار، وبقى الصوت العالي دلوقتي للكساد والبطالة ومعدلات التنمية. الحكومة نفسها اعترفت بكل تفاصيل الأزمة، لدرجة إن رئيس الوزراء نفسه دكتور مصطفى مدبولي قال إن الأزمة الأوكرانية تكلفتها على الاقتصاد وموازنة البلد 130 مليار جنيه في السنة، ده غير كمان تكلفة مباشرة بتصل ل 335 مليار جنيه سنويا. دراسة جهاز الإحصاء قال إن حوالي 40% من الأسر المصرية اللي دخلها انخفض تعبت من قلة الدخل، وإن 95% من الأسر دي اضطرت إنها تعتمد على السلف والاقتراض علشان تكفي احتياجاتها. لا، وكمان الدراسة أكدت إن أكتر حاجة أثرت على دخل الأسر هي التعطل عن العمل وخفض الأجور وتوقف كمان مشروعات كاملة. الشعب كمان بيأكد بنسبة أكتر من 94% إن الأزمة الأوكرانية الروسية أثرت عليهم. الغريب كمان في رد فعل المصريين على الأزمة دي اللي أثرت على سلع كتيرة، إن 85% منهم غيروا أسلوب شراء السلع وبدأوا يشتروا طلباتهم اللي بتكفي أسبوع واحد بعد ما كانوا بيشتروا كميات كبيرة جدا بتكفي شهر كامل. دلوقتي السؤال في كل بيت مصري، إيه الحل مع سيطرة الأسعار على الكبير والصغير قدام مصروفات التعليم والمعيشة والفواتير اللي ما بتخلصش مشاكلها ليل ونهار، لحد لما الموضوع بقى فوق احتمال ناس كتير جدا؟ الحل بكل بساطة في السيستم. سيستم ايه؟ شايفيننا خبر اقتصاديين؟ لا، انت مواطن عادي بس تقدر ان انت تعمل سيستم لنفسك تماما زي ما الحكومات بتعمل سيستم للميزانية كل سنة، وتضمن كمان بالسيستم ده ان انت تسيطر تماما على دخلك ومصاريفك وما تخليش الدنيا انها تفلت منك. لا، وثبت علميا كمان وواقعيا ان مبدأ اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الجيب ان هو بيحرق الجيب تماما. كمان السلع اللي اسمها كماليات دي ملهاش لازمة في الوقت الحالي، ولو عندك اي جهاز كهربائي قديم او فرش او موبيليا قديمة تقدر ان انت تصلحها وتوضبها وتخليها معاك، يعني مش ضروري كل شوية تبدل وتشتري حاجات انت ممكن تستغنى عنها. والنقطة الاهم برضو ان انت تحاول بكل طريقة ان انت تطور نفسك علشان الدخل. الموضوع سهل جدا، تقدر تزود قدراتك بدورات تدريبية، وتقدر مع الوقت كمان ان انت تشتغل اي شغل تاني اضافي ليك ان انت تحسن دخلك، وفكك بقى من قعدة القهاوي وتضيع الوقت. جرب تكون جزء من الحل وما تكونش طرف الأزمة.